من الروائع المنسوبة إلى مولانا الحسن بن علي العسكري عليه السلام، والتي وجدت مكتوبة بخطه الشريف: قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية، ونورنا السبع الطرائق بأعلام الفتوة، فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى، وفينا السيف والقلم في العاجل، ولواء الحمد والعلم في الآجل، وأسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين، ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم. فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء، وروح القدس في جنان الصاقورة، والصاقورة هي السماء الثالثة، وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة، والباكورة أول ما يدرك من الفاكهة قبل النضج، وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية، صاروا لنا ردءا وصونا، وعلى الظلمة إلبا وعونا، وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران. نختم حفلنا البهيج بالمولد الشريف والمدائح الولائية والمنشد القدير الأستاذ محمد الحلواتي، فليتقدم تحفه الصلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين المنتجبين. أيها الحفل البهيج، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حب تحية الكل موالي، بمناسبة ذكرى جديدة الآمروني بين يديهم أوقفوا أقرأ قصيدة. أهل وإخوان الدعوني وأهل الأفكار الرشيدة، الله يتقبل عملهم والعمر بالعز يزيد، وتظهر الحجة ولينا وتهلك أعدانا العنيدة، واللي دي يبغض الزهرة برا يطلع ما نريده، واللي دي والي محمد بالصلاة على النبي يردد نشيده. عليك لو جار الزمن والنائبات، وصرت محور للمآسي بكل حياة، أرد وصيك بوصية والتفات، أبدلات بخل بصاتك بالصلاة. بالولاية، ولاية أمير المؤمنين هي الفوز في الدنيا والآخرة. بالولاية خلي قلبك متصل، عنها بالك يا الموالي تنغفل، يلترد غفران وتنور العقل، صلي على هادي الرسول بهالحفل. وصلي خبر مولدك من جاني، وصلي قمت أركع قمت أسجد، وصلي وسلم على النبي الهادي، وصلي سطع نور العسكري بهاي المسيه.
والأمال تفوح أزهار حفلتنا والأمال قلبنا بحب علي ثابت والأمال بساعة لا ولد ينفى ولا مال ينفعك بالحشور حامي الحمية عليهم شيعة حيدر سلم عليهم وكل الناس ما تعلم عليهم ويوم الحشر ياخدهم عليهم وياهم يدخل الجنة العلية نجتمع كنا بالبسمة بمولد النور البهي اداوي المجروح ذكر المصطفى طه النبي وينشرح صدر الموالي من ينادي وينشر الرحمة علينا كل نبي وكل وصي وبينها الأملاك تنزل والمدايح تبتدي في أهل بيت النبوة اللي بيهم نقتدي ولو لزمنا دروبهم للجنة حتما نهتدي ولو نزل بينا البلاء يكون بيهم نحتمي صفوة الباري وذكرهم بالفضائل يعتلي من نبي الأمة لمحمد للإمام العسكري وآخر العترة الغايب نرتقب يمتى ونجيه دول فقار بشفة شايل دول فقار بشفة شايل واللواء الحيدري كل من يشاهد جماله يصلي على هاد النبي ليل الدجى قد انطوى فقلت يا شمس اصفري قوم ارتدي ثوب الصفا كي تسحرين الناظري بشراك في العيد لقد جاء الهدى فاستبشري قد طل من برج المنار نور الإمام العسكري عيد لآل المصطفى قوم اهتفي وكبري جاء الحبيب المرتجى ووجهه كالقمر صلوا جميعا سادتي على النبي الأطهر نوار الأمة المجيدة الله 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 العسكري هالليلة عيدة بالتهاني والأماني العسكري هالليلة عيدة الله روحي دابت بالمسرة بمولدك ضنوة الزهرة والفرح غامر فؤادي زهرة من روضة محمد فاحت بيومك الأسعد يا أمل روحي وعمادي يلي حبك بالضماير
يا بدر أهل البصاير سور أفراحي ودادي سور أفراحي ودادي روحي بأفراحك تنادي هلا بضن وتعال الهادي بالتهاني والأماني العسكري هالليلة عيدة الله الله هلا بضي بدر الرسالة ورحمة سور أهل العدالة والعدل باسمك يغرد فرحة قلوب البرايا وانت تاج أهل الهداية والهدى بمولدك ينشد نورك الضوى بسمانة من علي حامي حمانة والنشيد أصبح يردد والنشيد أصبح يردد ورد من روضة الجنة ضل يفوح العطر منا بالتهاني والأماني العسكري هالليلة عيدة الله قلبي مشغوف بولائك من بزغ نور وبهاء نور رباني تنور للمجد صرحة وأساسة والوفاء منهج وساسة ومن علي الكرار حيدر اقصد ديار الكرامة يلتحب نهج الإمامة شخص بالإيمان يزهر شخص بالإيمان يزهر العسكرين جاي لالي نور طه النبي الغالي العسكري نور يلالي ونور طه النبي الغالي بالتهاني والأماني العسكري هالليلة عيدة قاصد ديارك ونادي بالمسرة يا مرادي يا أمل قلب الزكية رايد توقع كتابي سيدي تصافر حسابي اذنوبي كثرة يا شفية خادمانا وهالخدامة احملت من كفك وسامة رايدك ترضى علي رايدك ترضى علي ساهرة عيوني بولاكم وعايشة روحي بحماكم بالتهاني والأماني العسكري الليلة عيدة الله 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 بميلادك يا عالي الشان
من رخصتكم هوسات الشيخ التركي كم هوسة. بميلادك يا عالي الشان نعبر بالوفا والإحساس، إمام واجب نطيعه وتاج ونرفع على الراس، نبارك حق أبوك حسين ونهني عمك العب، ونهني المهدي بميلاده ونهني المهدي ونهني المهدي ونهني المهدي. ما يحلى ذكر المحفل إلا بذكرك يا بخيبر، وبخيبر ناده المختار وكل الجيش سمعني منه ليبرز المرحب وانا اضمنه الجنة. اشو سكت الربع ترجف، تعرفونهم اشو سكت الربع ترجف وكلهم اعرضوا عنه، بس حيدر شد بيد الراية، بس حيدر بس حيدر بس حيدر. علي علي اسم اربع ايمة بيهم الهم ينجلي، الله سماهم باسمه اشتق علي من العلي، واحنا من قاع بشدة كنا نصرخ يا وبسم الله منور والينا، بسم الله منور بسم الله منور وبسم الله منور بسم الله منور. هوستين لابو فاضل واجيب الميلاد واختم وياكم. مثل ما جنة الباري ما يدخلها كل الناس، لازم حيدر يوقع وتتفضل برفعة رأس، ضريح حسين ما تدخل إذا ما يوقع ضريح حسين ما تدخل إذا ما يوقع ولازم عباس ليمضي، لازم عباس لازم عباس لازم عباس. هلا هلا بكل الحضور، هلا بكل الحضور وكل جميع الناس، وهلا بخدام ابو اليمة، لو ما انتم خدام ما جيتون تعنيتون، وهلا بخدام ابو اليمة وكلكم تاج فوقل، احبكم والله من قلبي وحق حسين وال وخادمكم يا نور عيوني، خادمكم يا خادمكم يا اللهم صل. لا عندي بعد هوسة آخر شيء واجيب الميلاد. ماكو بالحشر تزوير، اسمعي يا شيخ التركي، ماكو بالحشر تزوير، أمر الله وعباده ولازم الطيعة، وجواز المعبر المخصوص ما حد يقدر يبيعه، اللي يشاهد حيدر الكرار ومؤيد بتوقيعه، علي بص الله والهادي يوقع مثل توقيع، وخبرك بعد بالمحشار من تجمع الشيعة، جواز العبر ابو فاضل يتكفل بتوزيعه، اخوتها وها عمها ومن كف بالغيرة ندخل الجنة، من كف بالغيرة ندخل من كف بالغيرة ومن كف بالغيرة ومن كف بالغيرة. اللهم صل على الطور الأخير والفقرة الأخيرة، هذا طوركم وهذه عاداتكم
وهذا تراثكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى إيجاد النور الطاهر مولانا أبو محمد الحسن العسكري، وكان مولده في يوم الجمعة من 8 ربيع الآخر، وأبوه الهادي وجده النبي يا محمد وأمه أم ولد يقال لها سوسن، وقيل تسمى حديثة، ومن ألقابه عليه السلام الزكي والتقي والسراج والهادي والعسكري. وله هيبة ووقار وشمائل هاشمية كجده النبي يا محمد وتقول حديث أم الإمام العسكري: عندما كنت حامل بالإمام كنت لا أحس بلا لا شعر بألم ولا تعب، بل أجد راحة وفرح وسرور، وكنت أسمع منه في مصلاي التسبيح والتقديس والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند اكتمال العدة والشهور والليالي والأيام، وفي مثل هذه الليلة، وعند ساعة الولادة، وعند الفجر، وإذا بالأنوار تتساطع من دار الإمام الهادي، وروائح المسك والعنبر في أنحاء الدار، وبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت الإمام العسكري أفضل الصلاة محمد وآلي محمد علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء خلك واقف حبيبي الحسن والحسين وزين العابدين وأئمة المعصومين وصاحب العصر والزمان لا يعجل صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج. اللهم فرج عنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، ارحم موتانا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم ارحم موتانا وفك أسرانا، ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء وخدمة الحسين، مختومة بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. نشكر الأستاذ محمد الحلواتي على ما أتحفنا به من مديح العترة الطاهرة، كما ونشكر حضوركم الكريم. جعلنا الله وإياكم ممن ينال شفاعة محمد وآل محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.